انتقل لمفهوم إنساني، وخلينا نقول بيتربع على مساحة كبيرة من عرش علاقاتنا الإنسانية تحت مسمى شيء كتير هيك حلو اسمه الحب. منشوف أنواع يمكن بتدخل لهذا المفهوم البريء الجميل الحب، وما يسمى بالابتزاز العاطفي، وأحيانا بيكون مادي. تدور حوله كتير من الأسئلة والتفاصيل رح تجاوبنا عليها لليوم ضيفتنا الخبيرة، خبيرة تدريب مهارات حياتية مريم العيسى. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حبيبتي. يسعد صباحك النور. مريم حبيبتي صباح النور. مريم، وقت نسمع كلمة الابتزاز العاطفي وهذا المفهوم صرنا عم نشوفه بشكل كتير كبير نتيجة انتشاره على السوشيال ميديا، وصرنا نشوف قصص بشكل أكبر، ولكن من خلال متابعتك لبعض الحالات، شو أبرز الحالات يلي بتشوفيها عن الابتزاز العاطفي؟ مثل ما حكيت تفضلت من شوي، هو تحت مسمى الحب يعني، والحب دائما بقول لهم لا يستدعي التلاعب ولا يستدعي العنف، لانه واحده من انواع الابتزاز هي العنف او التهديد او الى اخره. فتحت هذا الشعار، تحت مسمى انا بحبك وما بستغني عنك و و و، بيتم التلاعب بهي الطريقه لحتى انا اقدر يا اما حقق اللي انا بدي اياه، سواء كان نفسي بمعنى انه انا بعمل لي كذا لاعمل لك كذا ساوي لي، يعني اكون انا مرتاح ومحقق الشيء اللي انا بدي اياه من خلال تلاعبي فيك باي طريقه من انواع التلاعب. يعني يا اما انا بشتكي بعيش بلبس ثوب الضحيه، انه انا ضحيه وانا كذا وانا كذا، فبيتم تحقيق اللي انا بدي اياه من خلال قيامي انا بهذا الدور. صحيح. او بهدد، يا بتعملوا كذا يا بترككم بالمغادره او بالغياب او وفي اشخاص بيتمرحلوا يعني. هلا ابرز الحالات اللي كانت واللي حابه احكي عنها اليوم هي عن طريق يعني الحب او استغلال الحب لحتى انا ابتزك ماديا. هي القصه كثير عم تتكرر وعم تجينا استشارات بهذا الموضوع كثير. اللي المؤسف انه الحاله او الشخص حاسس وعرفان، لكن من كتر ما انه عايش بحاله الحب او عم تغطي له جوانب معينه، عنده خوف، لا انه اوكي ابلان فيها، لا وعيا. وعيا ما بيعترف كثير فيها، بيقول لك لا بيعملوا لي كذا بيقولوا لي كذا طبعا بيساووا لي كذا، بيصير في تبريرات. وهذا اللي بننضوي عليه اليوم، انه انا عرفان انه يعني يا انا عرفان وابلان فانا بالتالي ما بشتكي، يا اما انا عندي شكوى معناها انا بدي اسمع. بيجوا في تبريرات عندهم مثل ما تفضلتي، انه انا عم برر لهذا الشيء اللي عم بيصير بس مشان انا اعيش الحاله الحب اللي انا ناقصتني او كذا. وهذا الموضوع كثير لازم ننتبه له، وحكيت كثير انه ما في شيء فجاه، يعني هي القصه في الى مقدمات، في الى مؤشرات، في الى واضحه. يعني هلا مو كل الاشخاص طبعا، في اشخاص بتجي ما عارفانه، من خلال الحديث والاخذ والعطاء نحن بنعرف انه انت عم يتم التلاعب فيك للوصول لهدف مالي تحديدا معين، فبدنا ننتبه. واذا بدنا نحكي كمان عن انواع الابتزاز الاخرى، فشوف الابتزاز بيكون بين اي اثنين بتربطهم علاقه مو ضروري شب وبنت، شب وبنت مثل ما تفضلتي، ام واولادها، اخته واختها، اب واولاده، الزوج والزوجه، اي اثنين تربطهم علاقه، حتى الاصدقاء بيتم الابتزاز بين بعضهم من خلال الكلام، من خلال التلاعب. طبعا لما بنذكر كلمه تلاعب، التلاعب احيانا بيكون حتى لطيف، يعني احيانا انا بتلاعب لوصول لغايه معينه لكن هي لمصلحه الطرفين، ممكن اتلاعب بكلماتي ممكن كذا. فكلمه التلاعب نفسها مو هي السيئه، هي شده التلاعب وانا شو غايتي منه. تمام. لانه بالحياه اذا بتلاحظوا بتراقبوا صح، نحن واحد من اثنين، يا يتم التلاعب فينا يا بنتلاعب بالآخرين. الناس أو الوعي الجمعي بيرفض كلمة التلاعب. هي كلمة التلاعب بحد ذاتها ما مو كلها سيئة، يعني مو كلها سلبية، في شيء منه إيجابي، لأنه أنا أحياناً بتلاعب بالكلمات لمصلحة الآخر، لمصلحة ابني، لمصلحة بنتي، لمصلحة الحياة أحياناً المشتركة بيناتنا. لكن شدة التلاعب وأنا لوين رايح شو غايتي منه، هذا الموضوع اللي لازم انتبه له. تمام. يمكن نقطة كتير مهمة حكيتي عنها مريم، انه هو الابتزاز ما بيتم بين الشاب والبنت، احيانا بيتم بين مثل ما حكيتي ضمن العائلة، احيانا زوج وزوجته، يعني بيصير في هذا الموضوع. لأي درجة لازم يكون خلينا نقول في وعي لنقدر نحن ننقذ شيء يمكن يتطور لقدام يسبب صدمة، وهي الصدمة يمكن ما رح نقدر نعالجها بالسهل؟ شوفي، قبل ما يكون شلون بدنا يكون عندنا وعي، لما بننتبه نحن انه مثلا انت ممكن دائما تكوني في حاله مكرره، بتجي ست بتقلي انه انا بكون الحق معي بخلاف ما، والمشكله يعني واضحه، بعد شوي بلاقي حالي عم دافع عن حالي،
بيتم التلاعب فيها على بدور من ادوارها، يا دور ام يا دور زوجه، انه انت مقصره انت عامله، هي بتكون جايه عم تحكي بموضوع ما مشكله معينه بتصير هي وبتصير بالشغل. نحن عم نحكي انه موضوع التلاعب بكل الحياه. فبتيجي بتلاقي حالها بعد شوي عم تدافع عن نفسها، هي انه انا الحق معي كان، انا ليش عم دافع عن حالي؟ فانا انتبه لما دائما بنحط بخانات اني انا عم دافع عن نفسي او اني انا عم برر للاخرين تصرفاتي، طب ليه عم برر؟ ما انا من شوي كان الحق معي وانا جاي اشتكي، ليه هلا صار؟ فلما براقب حالي اني بوقف هون، بوقف وبنتبه انه عم بيتم التلاعب فيني، عم يبتزوني عاطفيا او نفسيا او مثل ما حكينا من شوي توصل شدة التلاعب أحيانا أو الابتزاز للتهديد للتهديد بالمستمسكات اللي عند الأشخاص، يعني لحتى أنا أوصل لغايتي اللي بدي إياها. الغايات كتير، غاية ممكن تكون نفسية، ممكن حب، ممكن مالية، ممكن أي شيء، لكن بس انتبه أنا أنه أنا راقب نفسي أنه كيف عم بتصرف تجاه مشكلة معينة بيني وبين شخص، تجاه ظرف معين صار، كيف أنا بتصرف؟ أنا بدافع عن نفسي، أنا ببرر، أنا بحاور، أنا باخذ وبعطي، في تبادل بيني وبين الطرف الآخر، ولا أنا عم روح باتجاه التبرير دائما واتجاه الدفاع عن النفس، بالذات بالحالة اللي بكون أنا الحق معي فيها. أنا بعد شوي بكتشف أني عم دافع عن حالي، ليه؟ لأنه شو بيعمل فيها؟ بيتم التلاعب فيها، أنه أنت مثلا مقصرة بالبيت، أنت مو مساوي، أنت مو مساوي، فبيلمس الأشخاص بزرار حساسية عندهم. شغلات يعني هنا مفكرين فينا باللاوعي تبعهم طبعا انه هنا مقصرين فيها، ويمكن مفكرين انه هي النقطة هي نقطة ضعف عندهم فلهيك بيحكوا فيها. بدي اقول لك على شغلة مريم، انه في كثير دراسات كانت عم تحكي عن الابتزاز العاطفي، انه هو قد ينشأ ايضا بشكل كثير كبير ضمن العائلة بداية، وخصيصا بين الأم والطفل. تمام. هذا الابتزاز العاطفي يلي بيصير بالمزح مع الوقت، انه المراهق يقول لأمه عم تبتزيني، والأم تقول له يعني هلأ أنت عم تجي مثلا تقول لي حبيبتي ماما عم تبتزني. هي الكلمات بتبلش أول شيء كلمات لطيفة، كلمات محببة ومفهوم دخل إلى العائلة، إلى أي حد من هالمكان نحن بنكون عم نغلط وقت بنكون عم نتصرف هي التصرفات يلي ما فيها وعي وإدراك لمفهوم كل كلمة نحن بنحكيها بمنزلنا. تمام. شوفي نحن بالبداية لما منربي الأولاد، جيت لأحكي هذا الكلام أول شيء لما حكينا عن الحب تحت مسمى الحب. الحب هو شيء نقي بس كأنه اليوم ما عاد موجود هذا الصفاء وهذا الحقيقي، الشيء الحقيقي اللي هو بدون شروط. لما بنحط شروط دائما على مع أولادنا، مع أزواجنا، مع أقراننا، مع زملائنا، بنحط شرط ظاهر أو باطن، مخفي يعني أو مبين، منحط شرط للاستمرار مع بعض أو للحب، أو أنا بحبك إذا بتعمل، بقدم لك كذا إذا، يعني دائما في أخذ وعطاء مقابل، يعني أشياء مقابل. التواصل بيني وبينك هون بيكبر الولد على أنه أنا وين المقابل. تمام. وبيفهم الحياة على أنه أنا إذا بدي أقدم للآخر معناها بدي أخذ منه شيء، أو إذا بدي أخذ شيء من الآخر معناها أنا بدي أقدم له شيء. ما بيتم مفهوم المشاعر الإنسانية على أنه هي مجرد مشاعر. أنا بحبك لأني بحبك وبنشخصن الأمور، يعني مثل ما عم قلك أنه أنا أعمل لي كذا، مثل ما حكيتي أنه هي بتبلش على أنه أشياء لطيفة، وأنه أنا بحبك، وأنه شوفي شو محتال عم بيقول لي بعطيكي كذا، وإذا بتبلش مثل ما تحكي شغلات بتعطيني بوسه اذا بدك شوكولات تعال، وبتتطور بتتطور القصص، ومو من الام والاب بس، من كل العائله ببلشوا على اساس انه هذا صغير وهذا صغير حب. فهذا الولد بيكبر على انه الحياه هيك، الحياه انا اذا بدي اخذ شيء بدي اعطي، واذا بدي اعطي شيء مقيده فيه طبعا. فهون بتبلش، وهون لهون ننتبه لكلماتنا، انه حتى كثير وجهوا انه نحن لما بنوجه انتقاد للطفل او شيء، نوجه الانتقاد لسلوك الطفل او لتصرفه مو للطفل، يعني انت تصرفك كذا هذا مو مقبول، تصرفك دائم سلوكك الشيء اللي انت عملته، ما بروح بقول له انت سيء او انت كذا او انت كذا، دائما بروح اني بفصل سلوكه عنه. صحيح. تمام. وما ناخذ ونعطي مثل ما حكينا بموضوع انه انا بحبك اذا عملت لي، ما في إذا، كلمة إذا هي اللي هي اللعبة. نعم. يعني مريم أيضا خلينا نقول أحيانا الاستمرار بالابتزاز، أو الشخص يستمر أنه الشخص الثاني عم يبتزه، هو عرفان ضمنيا، ولكن يمكن محبته لهذا الشخص هي عملية جلد للذات، يمكن هون حب الذات بيلعب دور كتير كبير. وقت مثلا تجلى عندك حالة من هيدا الحالات وتقول لك أنه أنا مثلا أنا عرفانة أنه هي عم تستغلني، عم تستغل وقتي، أحيانا مو شرط أنه تستغل مصاري، الوقت هو كمان عم تستغل أنه أنا بحبها، فهي تمسكني من الإيد اللي بتوجعني. قدامهم شوي هون ننمي حبنا لذاتنا، انه كمان قد ما بحبها بس ما رح احبها اكثر من حالي. فهون قد ايه بتحسي على انه حبي حالك اكثر يمكن تتخلص من هذا الموضوع؟ شوفي، واحده من الاشياء اللي نحن
بتبررها الأشخاص كمان لا وعيا. واحدة من الأشياء بيقول لك إنه أنا من حبي لذاتي، يعني أنا من حبي لذاتي بحب الأشخاص هاي وبحب السلوك اللي بيتصرفوه بغض النظر عن، بس يوصل لمرحلة فيها أذى مثل ما حكيتي، وقت، مال، جسد، كلمات، شعور، بس يوصل لمرحلة فيها أذى هون بنتبه لهذا الموضوع. هون بوقف بيني وبين نفسي وأنا بشوف قد بحب حالي. أنا بسمح إنه دائما مفهوم حب الذات، لقلك شغلة كتير مهمة، مفهوم حب الذات الناس أبدا ما عنده فكرة عنه أبداً، وبتخلط بينه وبين الأنانية، بتخلط بينه وبين الغرور. صح. فحب الذات بس دائما بقول لهم اعتبر في شخص أنت كتير بتحبه، كتير بتحبه، كيف تتعامل معه؟ بيهون عليك إنه هو ينزعج، إنه هو يتضايق، إنه حدا يأذي. تعامل مع نفسك نفس ما بتتعامل مع شخص كتير بتحبه. بس هذا هو مفهوم حب الذات، يعني للتوضيح لحتى الأشخاص. فطبعا من أهم الأشياء اللي بتحمينا مو بس من الابتزاز، من كل شيء حوالينا سلبي، هو إنه نحن نحب، نعرف كيف نحب حالنا مزبوط. نعم. يعني لازم كل واحد فينا ينتبه لتصرفاته اليومية يلي بيقوم فيها، إن كان بالعائلة أو إن كان باتجاه الأطفال، لأنه منكون عم نخلق جيل على عادة أو مفهوم سلبي باللاوعي تبعنا. وأيضا نحن ممكن نتعرض لهي المفاهيم السلبية بشكل يومي، لازم نرفضها كليا طبعاً. مريم، ونكون فعلا عنا هي القوة على رفض هذا الابتزاز العاطفي. شكرا كثير لإلك حبيبتي للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها لليوم. حبيبتي شكرا كثير.